طيب خلينا نروح على خبر برضو راجع تاني للخبر الاول اللي حضرتك بتتكلم عنه، هو التصريحات أكيد الاستفزازيه في بعض أكيد الاحيان، أكيد. جامعه القاهره ردا على اساءه حازم شومان. هو اللي حصل ببساطة شديدة إن كلية التجارة في جامعة القاهرة استضافت الداعية السلفي الدكتور حازم شومان، وهو قال في الندوة بتاعته إن جامعة القاهرة أسست لتهدم الشريعة الإسلامية. ولكن يبدو إن مفيش حد من الناس اللي موجودين رد على ذلك، وعللت كلية التجارة وفقا للمنشور في الشروق إن العميد ما كانش موجود لأنه كان مريض، وإن وكيل الكلية لشؤون الطلاب كان مشغول في حاجات. ولكن جريدة الشروق جابت تصريحات من الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة، وقال فيها طبعا انه هذا كان يجب ان يكون هناك رد، واحنا ما نقدرش نمنع الناس انها يعني تلقي ندوات او محاضرات في الجامعة. ولكن في هنا نقطتين مهمين جدا. شيء هي جدلية قوي قوي يعني، يعني وحساسة جدا برضه. في نقطة تتعلق بالتيار السلفي في مصر والتصريحات اللي تصدر عن قادة هذا التيار في مصر، والتي تبدو أنها غريبة جدا ومستفزة إلى كثيرين. وهنا يتهم، ومنطقية جدا يا كثيرين يعني بيتهم الإعلام على طول إن أنتوا إشمعنا بقى التصريحات دي تحديدا اللي أنتوا بتاخدوها. طب يا بتوع جماعة، دي طب ما هو قال الكلام ده ولا ما قالوش؟ هو المسألة مش مسألة أنت ليه بتركز على تصريح بالظبط. أو لا تركز على تصريح. هل الفيصل في الحكاية هو قال ولا لا؟ فواضح ان هم بيتورطوا في هذه التصريحات ويجوا اخرين يحاولوا يبرروا فيزيدوا الامر سوءا. فدي نقطه الحقيقه هم لازم من جواهم يحسموها معا، لان الناس برضو في النهايه خالص على درجه من الوعي، مش عايزين ننكرها يعني. وفي النهايه خالص لن طبعا يصح الا الصحيح. النقطه الثانيه تتعلق بمساله مناخ الحريه اللي احنا بنعيشه بعد ثوره 25 يناير. في تصريحات لدكتور حسام كامل طول الوقت الحقيقه بتثير علامات استفهام. هو دلوقتي بيقول لو منعناهم هيقولوا امن الدوله. قبل كده دكتور حسام حضرتك قلت برضو هي فكره ان الوضع في الجامعه الحقيقه صعب جدا في غياب الحرس الجامعي. يعني اعاده انتاج كده التصريحات كان قالها قبل ثوره 25 يناير، بيؤكد فيها على اهميه الحرس الجامعي داخل الجامعه، وبعدين دلوقتي بنتكلم على امن الدوله وما الى ذلك. في كل الاحوال لا يجب ان يتدخل اي جهاز امني ايا كان داخل الجامعه او داخل الانشطه الطلابيه، خلينا نقول الكلام ده، ولكن لازم الفكر يواجه بالفكر ولا الاخبار يواجه اللي كانت بالاجراءات او بالمنع. اول، زي احنا بنتكلم على سنه عدت، اول 10 اشهر كانت بتثيرنا جدا، جرد القصر الرئاسي وما سيحدث للرئيس السابق. اعتقد دلوقتي الاخبار دي ما بقتش نفس الاهميه، هي مهمه بس مش نفس الاهميه. العدل تبدا جرد القصر الرئاسي يعني بشرم الشيخ، في حاجات تانية هي اهم هو الحقيقه. في حاجات تانية أهم وفي حاجات تانية أهم احنا ما نعرفش عنها حاجة. ما هو بالظبط مصير محاكمة الرئيس السابق وكبار رجال النظام السابق؟ وما هو مصير محاكمة قتلة الثوار في خلال ثورة 25 يناير؟ كل دي حاجات كده خلاص ما بقتش موجودة على أجندة اهتمامات الصحافة المصرية ولا وسائل الإعلام. الاهتمام هو يتعلق أول ما يتعلق الانتخابات بالانتخابات، بالأحزاب ويتعلق بما حدث مثلا في التحرير مؤخرا وشارع محمد محمود، وقعدنا نتكلم في كل هذه الأمور ولكن بعدنا تماما عن النقاط هل ان الأكثر مفيش أهمية. ماتيريال او مفيش ماده يقولوها ولا او تقولوها بما كنت يعني صحفيين، يعني ولا حتى علشان ده خطأ اعلامي؟ هو مش خطأ إعلامي، هو يبدو إن ممكن يكون الماتيريال مش كافي، ولكن يجب أن يكون فيه اهتمام بيه. هو الاهتمام قل، ممكن يكون مفيش ماتيريال بس الاهتمام قل، وشفنا تراجع بقى من الصفحة الأولى بقت في صفحات داخلية، وبعد ما كان خبر مثلا قد كده بقى خبر قد كده. يعني ده بيحصل. ما هو هل الاهتمام ده عشان خاطر عكس للشارع، ان احنا كشارع يمكن اهتمامنا قل عشان شايفين حاجات دلوقتي في المستقبل، فبالتالي لا الصحافة اهتمامها يعني قل لا لا بطريقة. الشارع على فكرة يعني هو هنا في بقى ديبيت بقى ممكن نتكلم فيه، ديبيت مهني. هو مين اللي بيضع أجندة مين؟ بالظبط، الإعلام هو اللي بيضع أجندة الشارع ولا الشارع اللي بيضع أجندة الإعلام؟ بس دايما يقال ان الاعلام هو يعني مرآة للشارع. لا يعني ولكن في دول اللي احنا من ضمنها، دولة زي مصر بكل ما فيها من نسبة أمية ومن كذا ومن كذا ومن كذا، ومن حتى نسبة إقبال على يجب أن الصحف وشرائها يكون في وكده، فأعتقد إن الإعلام هو توجيه. اللي بيضع أو بيوجه اهتمامات الرأي العام في الفترة اللي احنا موجودين فيها. في كل الأحوال إن سريعا في لجنة من وزارة العدل بتقوم بجرد القصور الرئاسية، وإنها هتبدأ جرد القصر الرئاسي في شرم الشيخ، وهنشوف بقى إيه هي المفاجآت أو إيه هي الأمور اللي هيقولوا عنها في خلال ليه الفترة بدأنا بشرم المقبلة. الشيخ؟ لا هو كان في قبل كده كان حصل في جرد، جرد. طيب ولكن ده وصلنا دلوقتي لقصر الرئاسي في شرم الشيخ. طيب يعني احنا رح نحتفل بسنه 25 يناير بعد اقل من شهر وحاجه يعني، وتونس الحقيقه عندها رئيس المرزوقي يحلف اليمين رئيسا لتونس، وامين عام حركه النهضه الاسلاميه يشكل الحكومه رئيس يساري لحكومه يعني اسلاميه. مبروك مبروك لتونس، مبروك لتونس،
والحقيقة أنا كل لما بحس إن في تقدم بيحصل على الأرض في تونس دايما بقول كلمة ألا وهي مصر ليست تونس. مصر ليست تونس. يعني وده للأسف كنا يعني زمان إحنا بنقولها بنقوله. في شكل معين، دلوقتي لكن دلوقتي بقت فعلا بشكل فعلا آخر. مصر ليست تونس. إحنا شايفين إجراءات جيدة جدا بتحدث. أهم ما في هذا الأمر هو فكرة التوافق الحقيقة، وده اللي إحنا بنفتقده في المشهد السياسي في مصر. التوافق إن إحنا عندنا أمين عام حركة النهضة الإسلامية، الراجل ده هيشكل الحكومة، وعندنا رئيس وعندنا اتفاقات وعندنا العلمانيين موجودين وبيقولوا كلمتهم، وشايفين إن في بعض الانتقادات من المعارضة الحقيقة إن المرزوقي ليس له صلاحيات كاملة فيما يتعلق مثلا بعزل أو بالتحقيق مع أحد ضباط الجيش التونسي. شايفين برضو حاجات تتعلق بالسياسة الخارجية إنه لازم يتناقش فيها مع رئيس الحكومة في اشتراطات معينة تم الاتفاق عليها، ولكن على الأقل الناس دي اتفقت وخدت خطوات احنا بعيدين تماما عنها، او امامنا ايام او شهور ربما علشان نوصل لها. المرزوقي كرجل تعرض لظلم كثير في ايام حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وتم حبسه ثم نفيه الى فرنسا، ثم عاد بعد اندلاع الثوره التونسيه ليجتمع بمناصريه الى ان وصل الى سده الحكم في تونس. في كل الاحوال مبروك لتونس، ونتمنى ان احنا نشوف الكلام ده موجود عندنا في مصر، مع الاخذ في الاعتبار ان حركه النهضه الاسلاميه اللي هي تعتبر الاخوان المسلمين في تونس يعني بعيده او ما فيش تشابهات كبيره بينها وبين الاخوان المسلمين في مصر. أكيد الناس دي الحقيقه كانوا موجودين في المنفى، منهم من عاش في فرنسا، منهم من عاش في بريطانيا ودول اخرى، وبالتالي هم اكثر انفتاحا وعندهم تصورات ايضا. فكره ولكن برضو كان عندهم نفس نسبة التشابه، الأمية، أكثر نسبة تنظيما الأمية في تونس طبعا مش لا تقارن بمصر، نسبة حجم. الوعي يعني الأوضاع هناك مختلفة كثيرا، بس ونتمنى إن احنا يعني نشوف، يبقى في غيرة، طيب يعني نغير نتمنى إن شوية، احنا طيب نغير غيرة شوية. قومية. أستاذ محمد طلعت الهواري بشكرك شكرا جزيلا، شكرا جدا، وهنتابع أكيد دايما أخبار الصحافة من خلال هذه الفقرة. وهنروح دلوقتي الفاصل ونرجع تاني على طول مع المستهلك المصري، خليكم معانا.